بس كمان دكتور مجدي يعقوب، في أنشطة في حياتك بتعملها برضو بتحافظ بيها على حتة، على شباب القلب وعلى الطفولة. يعني كل مرة بتفاجئني بحاجة. مرة قلت لي إنك ساعات يعني فترة كنت بتركب العربيات السريعة جدا، بتقولي حاجات غريبة شوية. أنا مؤخرا قريت حاجة مش عارفة صح ولا لأ، حضرتك دلوقتي مهتم بزراعة نبات أو زهرة الأوركيد؟ ايوه، ده من زمان وانا في الموضوع ده، انما دلوقتي بخصص لها وقت معين. لان طب والنبي ايه علاقة الأوركيد بالطب، بأسوان، بالعلم؟ علاقة كبيرة، لان الاوركيد لهم حياة بتاعتهم خصوصية، انهم عايزين كل حاجة بدقة تامة، وبعدين في منتهى الجمال، وبعدين عايشين كأي طفل أو إنسان أو جزء من الطبيعة، وجزء من الطبيعة جميل بس عايز شغل مظبوط. يعني حضرتك بتزرع بس زهرة الأوركيد، يعني ده اهتمامك مش أي زراعة، تحب الأوركيد؟ الأوركيد بالذات أنا بزرع نباتات تانية في الحديقة بتاعتي، الجاردن بتاعتي والجرين هاوس، فعندي نباتات تانية، إنما متخصص. لا يعني بتبقى زي الافلام كده، لابس جوانتي ومقص وبتاع مش بالطريقة دي تقريبا، إنما بالظبط زي كأنها عمليات جراحية، لأن مثلا الخلايا الجزيئية بتاعة الأوركيد ممكن إن الواحد يشوفها فين، وبعدين يخليها تطلع أوركيدة تانية زي دهيا، أو يبقى كروس اتنين مع بعض وتطلع حاجة مش ايه ده، معقولة. حضرتك بتعمل ده في الجنينة عندكم؟ يعني مش بس بس بتاخد مدة طويلة، تاخد 5 سنين عشان تجيب سلالة جديدة او تعمل نوع جديد. بس لما تطلع زي بحث علمي جديد فتبقى حاجة جميلة تفضل ورا جدا. الوردة 5 سنين لحد ما تطلع لك وردة جديدة اوركيد جديدة. وهي كلها ريليتد، يعني طب لأن ما بقول، الطبيعة جميلة طب شوفي يا جدا. دكتور كل مرة بتفاجئني بحاجة، أنا ما أعرفش يعني. أنا آسف. لا بالعكس. No. طب هو إحنا ليه يا دكتور بنحس إن حياتنا ضيقة جدا، مع إنه مثلا مقارنة بالنشاط اللي بتعمله في حياتك ولا حاجة؟ يعني أنت بتعمل حاجات كتيرة جدا، والأهم من ده إنك بتستمتع بكل الحاجات اللي بتعملها. من غير كده يبقى الواحد ما يقدرش يعيش، لأن الكآبة زي ما كنت بقول وحشة جدا. فلازم يبقى في حاجة interesting لمساعدة الناس، لاكتشافات، لحاجات، كل حاجة الواحد بيتمتع بيها. طب دكتور مجدي يعقوب، أنا معرفش كتير عن زهرة الأوركيد، أعرف معلومات صغيرة بس، وحضرتك بتتكلم كده معرفش، حد قالك إن في نوع قدر من التشابه ما بينك شخصيا، ما بين مجدي يعقوب وزهرة الأوركيد؟ مش بتكلم على الشكل يعني، بتكلم على السمات. دي حاجة غريبة شوية. طب انا هقول لحضرتك، انا هقول لك شايفه وبعد كده قول لي انت بتقولي كلام غلط. اتفضلي. زهرة الأوركيد من اجمل واغلى الانواع، سلالات الزهور. اللي ممكن يبقى فيه تشابه كبير ما بين زهرة الأوركيد ودكتور مجدي يعقوب ان هي جمالها لا يزوي بسرعة، بتعيش. الحاجة التانية انك بتلاقيها موجودة في كل البيئات في الدنيا، في الغابات الاستوائية تلاقيها موجودة، في المناطق الجليدية موجودة، في سفوح الجبال موجودة. والحقيقة وده يعني بتنشر جمالها في اي مكان. ومجدي يعقوب كده، مجدي يعقوب بيسافر كل بلدان العالم وبالذات الاماكن الفقيرة، وينشر جماله وعلمه وانسانيته بالظبط زي الاوركيد. الاوركيد زهرة موجودة يعني، بس لما اتوجدت في انجلترا الانجليز اهتموا بيها جدا وتمنوها غالي قوي زي ما مجدي يعقوب، ولا ايه؟ العفو. اي ثينك حضرتك يعني مجدي يعقوب ما هوش زي في هذه القيمة، انما اقول لحضرتك حاجة مضحكة يمكن. اتفضل. في مؤتمرات للأوركيد، ونعرف ناس من جميع أنحاء العالم يعني متخصصين في هذا الموضوع، فزي ما تقولي كل واحد بيطلع
أوركيد جديدة وبيسميها اسم. أيوة. ففي مجموعتين طلعوا أوركيد سموه مجدي يعقوب. بس شوفي بقى هذه الحاجة المضحكة بقى، اسمها المجموعة الإيطالية عملت أوركيد شكله وحش جدا وسميته مجدي يعقوب. لا لا بجد بجد. فذاتس ذا امبريشن ده. وبعدين جماعة إنجليز عملوا فالانوبسس كبيرة قوي بيضة قوي ولها اللب بتاعتها حمراء شكل قلب تحفة وسموها مجدي يعقوب. طب شفت، طب شفت قلبي انا قلت فيه تشابه ما بين مجدي. لا بس شفت بتوع لا يعني ايه سموها يعني احنا ممكن لو واحد سافر بره يسأل على اوركيد مجدي يعقوب مكتوبة في الكتب. طب يعني بس هم اللي عملوها مش انا، مش العمليات بس باسمك. بس انا مش انا اللي عملتها بقى، هم اللي عملوها.